باختصار نعم أقول إحنا نريد نفعل القطاع الخاص. لدينا حجم رواتب أكثر من 50 مليار دولار سنويا. نعم. هذه 50 مليار دولار سنويا هي في الحقيقة عبء على الموازنة، ولكن بنفس الوقت هي قدرة شرائية. لذلك إذا اليوم إحنا عندنا قدرة شرائية، المواطن العراقي صاحب الراتب المتوسط ينفق 32 من راتبه على المواد الغذائية والمشروبات. إذا أنا لدي قدرة شرائية سنويا 15 مليار متاحة من مشتريات الموظفين فقط دون القطاع الخاص، يعني هناك سوق لهذا المواد. لذلك اتجهنا أن نفعل القطاع الخاص، لأنه أولا لدينا المناخ والتربة والأيدي العاملة، وأيضا هو سهل في تحريكه ولا يحتاج إلى نفقات كثيرة، وأيضا يأتي نتائج سريعة فيحقق لنا الأمن الغذائي، ويحقق لنا الفرص العمل، ويحقق لنا التنويع الاقتصادي، ويحقق لنا التنمية المكانية. اليوم المواطنين عندما يجدون عمل في القرى وفي مناطقهم الزراعية لن يأتوا إلى المدينة ويثقلوا علينا في المدينة ويشكل ضغط في تقديم الخدمات، وأيضا كتلة كبيرة من العاطلين عن العمل. لذلك وضعنا مشروع الأمن الغذائي خلال 24 شهر ممكن أن نصل إلى أمن غذائي في مجال المنتوجات الحيوانية، وإلى 3 سنين في مجال الخضر وكافة المحاصيل الزراعية، وبعد ذلك ممكن أن نذهب إلى عملية التسويق. كل ما نحتاجه من أجل تحقيق هذا الهدف نحتاج شغلتين، أحدها مرتبطة بالأخرى. الشغلة الأولى محتاجين إلى سيادة قانون. عندما أقدم الأرض إلى المستثمر لا أريد أن يأتي متنفذ ويبتز أو يقول له هذه الأرض لي ولغيري، وبالنتيجة نعرقل العمل. ونحتاج أيضا إلى ضبط الحدود من أجل حماية المنتوج والقطاع الخاص والمستثمرين. سنحرك عجلة الزراعة، وعجلة الزراعة هي أفضل من يجر قطار التنمية.